ونشرك معنا أيضا دكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بكم دكتور عبد الحميد العاني في هذه التغطية الخاصة. يعني نريد أن نسأل بداية دكتور عبد الحميد، ما الذي حصل ويحصل في معركة بعد تداعيات معركة الموصل؟ ما الهدف من هذه المعركة برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم جميعا طبعا كادر الرافدين على هذه التغطية الخاصة، وجميع ضيوفك الكرام، ومن خلالكم جميع المشاهدين الأفاضل. يعني معركة الموصل قبل أن تبدأ، بينا في كثير من البيانات في هيئة علماء المسلمين عن هذه التداعيات وتوقعناها، وكان هذا قد حذرنا في حينها جميع الجهات من السير في هذا المسير وهذا الطريق، لأنها ستكون هذه النتائج. وتلك التحذيرات التي بيناها في بياناتنا المتعددة قبل المعركة لم تكن تنبؤا أو تخيلا، وإنما بنيناها على عدة معطيات. يعني أهم هذه المعطيات مجريات المعارك السابقة التي شاركت بها هذه الأجهزة الأمنية والميليشيات في المدن السابقة كالأنبار وصلاح الدين وديالة. الأمر الآخر، التهديدات التي صرح بها قادة الميليشيات والكثير من القادة السياسيين وقادة الأجهزة الأمنية، متوعدين هذه المدينة وأهلها، مدفوعين بدوافع حقد طائفي دفين، معلنين عن ذلك غير متستين ولا مخفين لهذه الأحقاد. ولذلك كانت هذه التداعيات الكبيرة التي أيضا حينما جرت المعركة بينا الكثير من هذه الآثار، وذكرنا وكشفنا عن هذه الجرائم والانتهاكات، لكن للأسف لم يكن يصدق بها أحد، وإنما كان العالم يسير خلف هذه الأجهزة الأمنية وخلف ما يسمى بالتحالف الدولي في محاربة الإرهاب، وكان الضحية المدينة والمدينة وأهل هذه المدينة العريقة. الأرقام دكتور عبد الحميد التي جاءت في التقارير الدولية كانت أضعاف الأرقام التي أوردتها الحكومة، كيف تفسرون البيان الصادر عن الحكومة بشأن أعداد القتلى؟ يعني إذا كان الهدف هو الانتقام وقتل هؤلاء الناس، فبالتأكيد أن يتستر الجاني، ولا سيما أنه لا يسمح لجهات يعني محايدة بالدخول أو للتحقيق في هذا الأمر. ولذلك هذه الأرقام التي تكشفت اليوم على يدي هذه المنظمات هي لا تزال أيضا دون حقيقة ما وقع في هذه المدينة، لأنه يوما بعد آخر تتكشف مثل هذه الحقائق. فالتستر على الجريمة ثم التستر على نتائجها هو مقصد من مقاصد هذه الحكومة، حتى يعني شيئا فشيئا يريدون التهرب من هذا العقاب. ولكن لا يمكن التهرب، يعني حتى بعض النواب داخل هذه العملية السياسية كشفوا أن هناك أكثر من 20,000 ضحية في عمليات الموصل، وإن كان هذا العدد يعني لا يقارب الحقيقة. إلى أي مدى دكتور عبد الحميد ترى أن ما وقع في مدينة الموصل كان متعمدا وممنهجا؟ طبعا كما قلت متعمد وممنهج ومقصود، والدليل على ذلك هو أنه سبقته تصريحات وجاءت هذه الأفعال لتترجم تلك التصريحات إلى واقع عملي. ولكن أيضا نقول هنا في شيء مهم، أن هذه الجرائم جرائم ضد تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، يعني قانونيا توصيفها هذا، وبالتالي فهي على مسؤوليتها مسؤولية المجتمع الدولي جميعا. لكن للأسف رأينا أن العديد من الدول قد وقفت في صف الجاني وضد هؤلاء الناس الأبرياء، لكن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وسيأتي إن شاء الله تعالى اليوم الذي يحاسب فيه كل من شارك بهذه الجرائم، بل كل من وقف معها أو مع المجرمين أو تستر عليه. نعم، سأعود إليك أيضا دكتور عبد الحميد العاني.